مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة، وكل سنة طيبين بمناسبة عيد شم النسيم. النهاردة هنتكلم عن العيد شم النسيم ومعلومات كتيرة جدا، ناس ممكن تكون ما تعرفش الحاجات دي، لكن احنا هنجاوب على كل الأسئلة اللي انتوا يعني عايزين تعرفوها عن عيد شم النسيم. ناس بتقول هل هو عيد فرعوني؟ طب هل هو عيد مسيحي لان هو عيد مرتبط بالقيامة؟ طيب ليه احنا بناكل فسيخ وبيض والحاجات دي في شم النسيم؟ هل هي اكلات مرتبطة ان هي اكلات فرعونية؟ طب في بقى ناس بتعمل عادات وتقاليد في شم النسيم، منها مثلا ان هم بيكسروا البصل على الاعتاب في شم النسيم. ليه بقى؟ لان اشتهى بني اسرائيل البصل بعد خروجهم من مصر، فاصبح البصل رمز الشهوة. لذلك كانت العادة سابقا في شم النسيم تأتي يوم القيامة، يكسر المسيحيين البصل ويضعوه على أعتاب البيوت وبيسكب عليه المية. ليه بقى؟ لأن بقيامة السيد المسيح من الأموات أصبحنا منتصرين ونستطيع أن ندوس الشهوة والخطية تحت أقدامنا. أما الماء المسكوب على البصل فهي رمز الطهارة والخلاص الذي ناله المؤمن بالمعمودية عن طريق صلب وقيامة الرب. أما كون البصل على الأعتاب فهي علامة على أن هذا البيت لا يدخله موت الخطية ولا موت الشهوة، لأنه أصبح له الغلبة على الموت بقيامة الرب. كل سنة وانتم طيبين. ودي كانت معلومة بسيطة كده، علشان في عادات وتقاليد برضو بنعملها في شم النسيم. طب ليه بناكل بيض ملون وليه بناكل فسيخ؟ طبعا ليها مدلولات كتيرة جدا. طيب عايزين نعرف ايه تاني؟ واحد بيقول هل شم النسيم هو من طقوس الكنيسة؟ لا طبعا، ده عيد وطني، عيد وطني وليس عيدا كنسيا. ناقص تقول لي الفسيخ ولا من طقوس الكنيسة ولا لا والبيض. هما في يوم شم النسيم بياكلوا فسيخ وبيض ليه؟ لأسباب كثيرة. سبب من جهة الصيام ان الصيام الكبير بالذات لا بياكلوا فيه بيض ولا سمك، فبيبقى يوم شم النسيم يعني يوم العيد ياكلوا لحمه ويوم شم النسيم ياكلوا بيض وسمك. تاني حاجة ان السمك كان رمز للمسيحيين في العصور الاولى، وكان التلاميذ صيادي سمك، وبعد القيامة ظهر لهم السيد المسيح وهم بيصيدوا سمك، فحكاية السمك ليها معنى رمزي بالنسبة للتلاميذ في العصور الأولى. والبيضة أيضا رمز بترمز للقيامة، على اعتبار أن في غلاف موجود جوه والكتكوت بينقره ويخرج منها حيا، وهو موجود جوه حاجة مغلقة زي في القيامة ما بيقوم كائن حي ويفتح القبر ويخرج منه. فالبيض كان بيرمز للقيامة والسمك كان بيرمز للتلاميذ، فعشان كده بياكلوا بيض وسمك. دي مجرد تأملات لكن برضو لا تدخل في طقس الكنيسة، لأن زي ما بقول لكم شم النسيم عيد وطني وليس عيدا كنسي. ومع ذلك لأنه بعد القيامة، على اعتبار أن المسيح بقيامته كان فتح باب الفردوس، فالناس بعد القيامة بيروحوا الجناين ويتفسحوا في الفراديس، فبرضو بتخش في نوع من التأمل الروحي. محتاجين نعرف من يافتك مدى ارتباط شم النسيم بعيد القيامة، يعني دايما طبعا من مئات السنين، يعني من زمان جدا جدا، وكل الأقباط بيحتفلوا بشم النسيم عقب بعيد القيامة مباشرة، فعايزين نعرف السبب. أولا هي كلمة شم النسيم دي كلمة إبت، أحسن ناس تفكر إن هي الواحد بيشم الهوى، يعني تشم يعني بستان، النسيم يعني العشب، فتشم النسيم معناها بستان اللي فيه الأعشاب يعني. فكان الناس من أيام قدماء المصريين متعودين في عيد الربيع يخرجوا للجناين يحتفلوا بعيد الربيع. لما بقت مصر كلها مسيحية، عيد الربيع ده اللي هو بيبقى غالبا 21 مارس اللي هو الاعتدال الربيعي دايما يقع في الصيام الكبير، فراحوا مأجلينه لتاني يوم عيد القيامة، علشان في الفكر القبطي بتاعنا الصيام الكبير له اعتبار كبير قوي، فما يصحش في اثناء الصيام يتعمل فيه اي احتفالات او اكل او خروج فسحات يعني. فقالوا خلاص احنا نحتفل بيه بعد عيد القيامه.
في نفس الوقت دخل ليه معنى روحي جميل، ان مثلا مريم المجدلية شافت المسيح وظنت ان هو البستاني، لان القبر كان في بستان، فكاننا خارجين مع مريم المجدلية نكتشف المسيح القائم الاموات اللي هو ظهر في شكل بستاني. حاجة كمان النهاردة اللي حضروا معنا القداس الصبح بيتقال الانجيل بتاعة المزايا عمواس، فده برضو معناها احتفال النهاردة بتذكار ظهور السيد المسيح للتلميذي عمواس. سيدنا، إذا كانت الطبيعة بتحتفل بقيامة مخلصنا الصالح من بين الأموات، فما بالنا بقى بالإنسان تاج الخليقة واللي ربنا يعني صلب وقام من الأموات خصيصا لأجله. عايزين نقول النهاردة كلمة للناس اللي للأسف بتمر بأحداث مؤلمة في أفراح القيامة، زي نفرح في العيد، زي نفرح في شم النسيم، واللي طبيعة كلها بتشترك مع الإنسان في الفرح بيه. مش مفروض الإنسان المسيحي يزعل خالص خالص، لأن الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين وأقول أيضا افرحوا، وقال افرحوا في الرب. فإحنا مفيش حاجة في الدنيا تنزع سلامنا أو تنزع فرحنا إلا حاجة واحدة بس، وهي الخطية. ربنا ما يسمحش بالخطية، لأن حتى الخطية كمان محلولة إن الواحد يرجع لربنا بالتوبة، فربنا يرد لي بهجة خلاص. فانا بقول لاخواتي وحبايبي في كل مكان، محدش يزعل، محدش يتضايق، محدش يضطرب، محدش يفقد سلامه في اصعب الظروف. معنا الهنا اللي بيحمينا وبيحافظ علينا وبيخرج من كل ازمه بركه بكل تاكيد. واذا كان الصليب اليهود وغير المؤمنين شافوه ان هو ضعف، لكن احنا شايفين ان هو قوه، ولذلك طول اسبوع الالام كنا بنقول لك القوه والمجد والبركه. وقلنا له في الجمعة العظيمة في لحن أمنو جنيس، قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. فما يرى بالنسبة للناس محزن ومقلق وفي ضعف، إحنا بالنسبة لنا بنشوفه بعين الإيمان شيء مبهج. الصليب بالنسبة لنا مبهج، وألام المسيح بالنسبة لنا كانت ألام خلاصية. فأنا مستكتر على نفسي أتألم شوية من أجل المسيح. إذا كان هو شال عني الصليب والألم والتعب والفضيحة والإهانة، يعني مش كتير عليه إن إحنا نتعب من أجله شوية؟ فاش حاجة، ونحن فرحانين. إذا الكتاب المقدس يقول طوبى لكم، يعني يا بختكم، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء. دي حاجة تفرح بزيادة. وبعدين حاجة تانية، إن إحنا طاقة الحب اللي فينا ما تقعش، بالعكس تزيد. يعني إذا كان في حد بيضايقني أحبه أكتر. طيب، كان في مقال مهم جدا من القمص أنجيلوس جيرجس، كان كاتب مقال عن شم النسيم. كان كاتب إيه بقى؟ شم النسيم عيد فرعوني بصبغة مسيحية، وهو عيد فرعوني ولكن أعماقه مسيحية. يبقى هو أصلا عيد فرعوني لكن بصبغة إيه؟ مسيحية. وقد كان الفكر الفرعوني الذي يحتفل به له صورة قريبة من فكرة القيامة، وهذا كان من تدبير الله أن يرسل إشراقات للأمم في أماكن كثيرة قبل مجيء المسيح، حتى حينما يأتي المسيح وتدخل المسيحية إلى هذه الأماكن تعرفهم أن أحاسيسهم وأفكارهم القديمة كانت تشير إلى المسيح. العيد الفرعوني هو عيد احتفل به الفراعنة منذ 5000 سنة، ياه 5000 سنة يا جماعة. وتذكر البرديات أنه في الأسرة حوالي الثالثة الفرعونية، وإن كان هناك بعض البرديات تقول إنه كان أيضا قبل بداية الأسر، أي قبل حدود 7000 سنة. هذا العيد يرمز إلى بعث الحياة، ويعتقد أن يوم شم النسيم هو أول يوم خلقة الأرض. الفراعنة يعتقدون هذا، وأول أيام الزمن، أي أول يوم أدار الله فيه، أو أحد أيام الكون. هذا اليوم يوافق 21 مارس اللي هو هطور حسب الترتيب الفرعوني. في هذا اليوم يتم الاعتدال الربيعي، أي ينتهي الشتاء. وفي يوم شم النسيم يكون الليل والنهار متساويين، ففي الساعة 6 مساء عند غروب الشمس فوق الهرم توجد الشمس في برج الحمل، وتكون الشمس متعمدة على الهرم وكأنه تاج دائرة فوق الهرم. لكن الظاهرة الأقوى أنه بعد الساعة 6 مساء، إن أشعة الشمس بتقسم الهرم إلى نصفين ومثلثين مظللين، وفي النصف شعاع للشمس، حتى يقولوا إن هذه اللحظة التي بدأ فيها الكون، وحينها يقولون إذن هذه هي الحياة وتبدأ الحياة.
كانت الاحتفالات عند الفراعنة مرتبطة بالأكل، فاحتفلوا بهذا العيد بأكل البيض والفسيخ والخص والملانة والتي هي قائمة إلى اليوم. لماذا بقى؟ البيض عند الفراعنة بيمثل الخلقة، فكما يوجد كائن حي داخل هذا الجماد أعطانا الله الحياة في الكون، حتى إنه يرمز للحياة والموت اللي هو البيض يعني. وكانت هناك برديات تصور الإله بتاح وهو جالس على الأرض في شكل بيضة، وكانوا في عيد شم النسيم ينقشون على البيض أمنيتهم لحياتهم، ويضعوا البيض في سلة من سعف النخيل ويعلقوها على الشجر أو الشرفات. وكان في فكرهم إنه حينما تأتي أشعة الفجر والشمس تتفقد أمنيتهم يحققها لهم الرب. بعد ما قام المسيح من الأموات صار البيض يشير إلى القيامة. مريم المجدلية كرزت بهذا، فكما كان المسيح داخل القبر وهو الحياة، داخل البيضة حياة، بينما في صورتها الخارجية هي جماد. لكن حينما دخلت المسيحية مصر لم يعودوا ينقشوا أمنيتهم على البيض، ولكن صاروا يلونونه باللون الأحمر، ومن هنا جاءت فكرة تلوين البيض. اللون الأحمر علامة الفداء، لذلك نضع في كنائسنا بيضة أمام المذبح علامة إن القيامة هي التي أعطتنا الحياة الجديدة. الفسيخ اللي هو السمك المملح ظهرت في الأسرة الخامسة من أسر الفراعنة حينما اهتموا بتقديس مياه النيل، فقد قالوا أن المياه تعطينا أيضا الحياة المقدسة، وأصبح السمك من الرموز المقدسة عند الأسرة الخمسة، فجففوا إيه السمك وأصبح قاسم مشترك في كل العبادات المقدسة إنهم بيأكلوا سمك مملح. قالت هيرودوت حينما زارت مصر في القرن الخامس قبل الميلاد أن الفراعنة يأكلوا السمك المملح في أعيادهم المقدسة. أما في المسيحية والكنيسة الأولى، كلمة سمكة باليوناني باني أخسوس، وهي الحروف الأولى من إيسوس بخريستوس، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الحرف الأول من كل كلمة في هذه الجملة. وكانت السمكة علامة الحياة من الماء، فمن المعمودية نأخذ حياة. ويقول في التقليد القديم إنه حينما كان إنسان مسيحي يقابل مسيحي آخر ويريد أن يخبره إنه مسيحي، كان يرسم نصف إيه سمكة على الأرض، وإذ أكمل الشخص الآخر النصف الآخر من السمكة يعرف إنه مسيحي. فالسمكة علامة المسيحية، وتجدوها في نقوش وزخارف الكنائس القديمة. البصل من النباتات التي تعني عند الفراعنة الغلبة على الموت. لماذا؟ لأن البصل فيه بعض الفيتامينات والزيوت والمواد الطبيعية التي تقتل البكتيريا داخل الجسم، حيث أن هناك أسطورة فرعونية إن أحد الملوك الفراعنة ابنه كان مريض مرض موت، فجأة أحد الكهنة وأعطاه بصلة وقال له ضحى تحت وسادة ابنك ونام وقام الطفل وهو حي. فالبصل علامة هزيمة المرض وهزيمة البكتيريا، لذلك نستخدمه في مظاهر الاحتفال بشم إيه النسيم. كان الفراعنة يصنعون هذه الأشياء وهم لا يفهمون، ولكن حينما جاءت المسيحية قالت إن هذا تاني يوم القيامة، فالمسيح قام من الأموات وهزم المرض والموت، يهزم الموت. بيضة يخرج منها كائن حي، والبصل يهزم الموت، والسمكة المجففة هي علامة المسيح الذي أعطانا الحياة من الموت مثل المعمودية، نكون مع المسيح من الأموات. الخص، إن الخص عند الفراعنة علامة الخصوبة، علامة الحياة، وهذا علميا حقيقة، إن الخص فيه زيوت تزيد من الخصوبة، فكانوا يأكلون الخص علامة الحياة اللي هي الخصوبة. الملانة هي نبات يثمر ويتفتح في وقت شم النسيم، هو الحمص الأخضر، فأصبح علامة الحياة الخضراء، بجانب أن في شم النسيم تتفتح الزهور، وهذا ما نفهمه من كلمة شم النسيم. بعض المصادر تقول الكلمة الفرعونية شيمو أي حياة، لكن الحقيقة أن كلمة شم النسيم هي كلمة قبطية تشوم نسيم، فكلمة القبطي تشوم تعني حدائق، نسيم يعني العجب، فالقيامة هي الفردوس الذي فتح. تقول لنا الكنيسة اليوم هو ثاني يوم القيامة، قام المسيح من الأموات وفتح الفردوس، نخرج اليوم نجد الربيع والورود والحدائق مفتوحة، نخرج لنستمتع بالحدائق الخضراء التي سنحها لنا الرب في الحياة. فالموت هو الطرد من الفردوس، فحينما طرد الله الإنسان قال لآدم الأرض تنبت لك شوكا وحسكا، وكأن من مفاعيل القيامة أن الأرض أصبحت تنبت لنا ورودا وأثمارا.
لما مصر بقت مسيحية دايما دايما يقع عيد الشم النسيم دوت في الصيام الكبير. الصيام الكبير له اعتبار رائع جدا عند الأقباط، لا يمكن نكسره بأي مناسبة يعني. فراحوا مأجلين الاحتفال بعيد الربيع لتاني يوم عيد القيامة، فبقى كل المصريين بيحتفلوا بيه بعد عيد قيامة المسيح عشان الصيام الكبير له هيبته واحترام. وفي نفس الوقت بقى ليها معنى ان المسيح لما دفن كان في بستان، مريم لما قابلته كان في بستان وفكرته هو البستاني، فبنخرج البساتين والجناين في اليوم دوت بنتذكر قيامة المسيح. ده حكاية شم النسيم وارتباطه بعيد القيامة. كمان يا سيدنا في بعض الأكلات بترمز لقيامة السيد المسيح، وإحنا كمصريين مرتبطين بيها أو شم النسيم بنحب ناكل الفسيخ، ويقال إن الفسيخ أو السمك ميت إنما مش بايظ أو نقدر إحنا ناكله صالح، والبيضة وهكذا. أيوه طبعا عوايد المصريين شطار في إن هم بيربطوا ما بين المناسبة الدينية وأكلة معينة عشان يبقى كلنا بنشترك فيها. صحيح. ويتوصل لنا المعنى يعني. فدي فولكلور شعبي وعبايد لكن ليها معنى جميل. حكاية بقى بيتحدد عيد القيامة ازاي؟ كان زمان في نوعين من المسيحيين من العصور الأولى، ناس يحتفل بعيد القيامة يوم 14 نيسان اللي هو ليلة الاعتدال بتاع القمر اللي بقى بدر، سواء كان اليوم ده يوم حد ولا سبت ولا خميس ما تفرقش. وناس تانيين اشترطوا أن يكون عيد القيامة يوم الأحد على أساس ده يوم الرب. وكان في تقليدين موجودين وما كانش في يعني خناقه، دول بيحتفلوا كده بيحتفلوا كده، لدرجه قيل ان القديس بولي كاربوس اسقف ازمير اللي هو تلميذ ليوحنا الحبيب راح اتقابل مع اسقف روما ويقول له انا استلمت من يوحنا الحبيب ان بنعيد يوم 14 نيسان، قال له احنا استلمنا ان احنا لازم يكون يوم الاحد. ويقول ان هو بالرغم عملوا الحوار ده لكن ما وصلوش لحل وما تخصموش، رجعوا كل واحد بيحتفل بالنظام بتاعه يعني، كانش بسبب لهم أزمة لغاية مجمع نقيا. مجمع نقيا درسوا هذا الأمر وقالوا احنا عايزين كلنا نعيد مع بعض، فحطوا قاعدة كانت موجودة أصلا في الكنيسة القبطية. مجمع نقيا كان أيام البابا ألكسندروس البابا رقم 19، احنا بقى من أيام البابا ديمتريوس البابا رقم 12 عمل قاعدة اسمها حساب الأبقت. القاعدة دي ما بتخرش المي، يحسب بيها بحسابات معينة امتى عيد القيامة. في ثلاث شروط عشان يبقى الميعاد مظبوط: اولا يكون يوم احد، ثانيا يكون بعد الاعتدال الربيعي، ثالثا يكون بعد انتهاء اليهود من احتفالهم بعيد الفصح. عيد الفصح عند اليهود لمدة اسبوع، اسبوع الفصح احنا ما احتفلش فيه بالقيامة يعني. السنة دي الغرب احتفلوا قبلنا باسبوع. ده كان في نفس الاسبوع اللي بيحتفل بيه اليهود بالفصح. الحساب الأبقت بيبقى حريص ان هو لا بعد ما اليهود يخلص فبعدها باسبوع، ومش بنقعد مستنين اليهود هيقعدوا امتى، احنا عندنا الحساب بتاعنا اللي معروف بيتظبط عليه العيد الايام. ففي مجمع نقيا قالوا بابا الاسكندرية هو اللي هيحدد ميعاد عيد الايام كل سنة ويبعت لنا كلنا ايه الميعاد. وفعلا في التاريخ يحمل رسائل فصحية من بابوات الكنيسة المصرية لكل أساقفة العالم يقول لهم على معاد عيد القيامة، وأصبح الكنيسة القبطية هي اللي عندها هذا النظام يعني منتشر في كل العالم. طبعا بعد كده بعد مجمع خلقدونيا والغرب حب ما يعني يقلل من قيمة الكنيسة القبطية ما بقوش يلتزموا، عملوا ليهم نظام خاص. النظام الخاص ده أحيانا بيفرق بيننا وبينهم اسبوع او اثنين او ثلاثة او شهر، لكن مازال كل الارثوذكس في العالم بيحتفلوا بالميعاد اللي احنا بنحتفل بيه، بدليل ان في كنيسة القيامة بيطلع النور في الميعاد بتاعنا. وانا ارجو ان العالم المسيحي يرجع تاني يحتفلوا معانا، مش يجرجرونا ان احنا نحتفل معاه، ما احنا الميعاد مظبوط يعني انتوا غلطتوا، اللي يغلط يصلح، مش يبقى غلطان وماشي في اتجاه غلط وبعدين عايزنا احنا كمان نروح معاه عشان التوحيد. اللي عايز يوحد يوحد على الصح، لو عايزين يوحدوا عندهم الرغبة القوية دي يرجعوا للصح بتاع مجمع نقيا. لا يصح الا الصحيح يا سيدنا.